بسم الله الرحمن الرحيم، اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايام بسيطه وتبتدي العروه الجديده بالنسبه للبتنجان والخيار والفلفل، لان طبعا في ارتفاع في اسعار الخيار. البتنجان الابيض والمخدد النهارده من 7 ل 10 جنيه، ده الليمون الجديد الميه فيه قليله حسب يعني جودته الميه من 17 ل 25 ل 30، والليمون القديم من 30 ل 35 جنيه. البطاطس ابيس والنهضه من 13 ل 14، النواله شغاله من 16 ل 17، النواله فيها طبعا الكاره وفيها الاسبونتات، والكلام برضو هيكتر الشهر الجاي على البطاطس. الطماطم زي ما قلت لحضراتكم، الطماطم اسعارها بترتفع مش عشان ارتفاع درجه الحراره، الجوده اللي في الطماطم ابتدت تبقى كتير، وبرضو في سحب من المصانع على الطماطم طبعا ما فيش فراوله، الفراوله قليله في السوق، وبالتالي المصانع كلها يعني اللي كانت بتشتغل فراوله النهارده بتشتغل على الصلصه. بالنسبه طبعا للعين وبيانكو والصقر وهاينز بياخدوا باسعار كتير، وعلى فكره تقدير الارض في الطماطم وصل ل 90 جنيه واكثر من 90 جنيه. احنا بنكلمكم من سوق الجمله، في اسعار بتتراوح من 120 130، الجوده العاليه اللي قدامنا دي من 160 ل 200 جنيه، والكلام ده طبعا بيختلف على الصلابه واللون والحجم طبعا او وزن العدايه. الملوخيه من 8 ل 10 جنيه، البصل الابيض من 5 ل 7 في 8.5 ل 9 في الاحجام الكبيره للمطاعم والمحلات الكشري، البصل الاحمر من 5 ل 7 جنيه، الثوم بقرشه الابيض والاحمر من 50 ل 60 جنيه، والمقروط من 70 ل 90 جنيه، والفصوص في 100 110. كده انا قلت تقريبا اكتر من زرع وقلته لكم بسرعه، لان الفيديوهات اللي فاتت انا طولت عليكم فيها 3 4 فيديوهات، واتكلمنا على ظروف الزرع لو كنتوا حضراتكم مهتمين بمعرفه زروع يعني ظروف الزرع وليه الحاجه رخيصه وليه غاليه والجوده الاحسن ايه هي. الابيض اهو او المخدد، والفلفل الرومي من 7 ل 11 جنيه. ممكن ترجعوا للفيديوهات لو عايز تعرف الاسعار او الانواع اللي في السوق امتى هتخلص او امتى هتبقى موجوده. الباميه الصغيره من 20 ل 24، والاحجام الكبيره من المانجا اسف من الباميه من 7 ل 10 جنيه. البتنجان العروس زي ما بقول لحضراتكم، البتنجان اولا هو العروس من 3 ل 5، وقلت لكم ان البتنجان الرومي من 3 ل 6 جنيه، قلنا الليمون من 17 ل 25 و30 بالنسبه للليمون الاخضر اللي قدامنا ده، والليمون القديم لغايه ما ينزل بقى الليمون، ونروح ان شاء الله عنبر الليمون والزيتون ونجيب لحضراتكم اخبار وانواع كل الزيتون زي ما احنا متعودين في سوق العبور اليوم. بعد شويه هنروح للفاكهه علشان نتكلم على ان طبعا ممكن يبقى فيه برقوق او فاكهه عموما زي التفاح او الخوخ او البرقوق، حتى كمان الكلام ده ممكن يبقى فيه الخضار، نشوفها باسعار ونتهيأ لنا ان هي بتتباع. ادي حضراتكم الخيار، والنهارده الخيار وصل جمله 18 و20 جنيه، حتى الخيار البلدي اللي هو ميته كتيره شويه ويعني مش بيستحمل عندنا في البيوت وصل ل 15 و17 و18 جنيه، والفلفل البسكره من 4 ل 8، والشطه الحاميه من 10 ل 11 جنيه، والجزر من 90 ل 110. الجزر زيه زي القلاسه يا جماعه، بيتشال من الارض مره واحده ويقعد في الثلاجات، وطبعا لما الكميه بتقل وبتنزل السوق قليله. الكوسه اهي قدامنا، وده من احسن انواع الكوسه، وان شاء الله اقول لكم انواع الكوسه ايه بالظبط. يعني الكوسه طبعا من الخضار اللي مش بيبقى محتاج قوي ان احنا نعرف الانواع، زي مثلا الكرنب. الكرنب لما بنيجي نتكلم عليه ده الكرنب السبعيني اللي قدامنا، بنقول مثلا في فروقات بين الكرنب البطه والكرنب الياباني، لان الناس اللي بتخزن بتبقى عايزه تعرف اي نوع من الورق اللي هو فيه سمك او فيه تخانه علشان يستحمل يقعد في الفريزر وما يبش بسرعه ويقعد اكبر مده مثلا، لان احيانا بيبقى في رمضان مثلا مفيش ورق عنب او كرومبو فنطلع منهم، او حتى لو كانوا موجودين بتبقى غالي شويه. البطاطس هنتكلم عليها اكتر ابتداء من شهر 7، زي ما قلت لحضراتكم احنا استوردنا كميه قليله من التقاوي السنه دي، ده اللي خلى البطاطس قليله في السوق، كمان في ناس يعني دخلت كده في الشغلانه مش بتاعتها، وهنتكلم ان شاء الله
على البطاطس. ده هو البرقوق اللي انا بقول لكم ان البرقوق اللي هو ده سنتروزا اللي قدامنا. سنتروزا معروف بلونه الغامق، يمكن الحجم ده صغير شويه، يمكن ده درجه تانية، عشان كده بنقول للسنتروزا مثلا في من 25 ل 55، ويتباع بره ب 70 وب 80 في القطاعي. وده قدامنا الهوليو، والهوليو برضو من 25 ل 50 وحسب الدرجات، وده الانجليزي، والانجليزي من 15 ل 25. يبقى كده احنا لما نروح ادي الانواع عشان افرقها لحضراتكم من بعضها، واحنا لما نروح مثلا نشتري برقوق وحد يقول 15 و20، يا ده فلان بيبيعه ب 60، لا يا جماعه، كل زرع وليه سعره، وربنا يحلل كل واحد فينا زاده. وبرضو بنقول برضو الا من رحم ربي، بنتمنى يعني البياعين اللي هم اخر نقطه قبلنا ان احنا المستهلكين اللي بنشتري منهم، يعني يرعونا، لان قلت قبل كده في فيديوهات هو البياع هيغلي عليا، المدرس هيغلي على ابنه الدرس، والدواء هيلاقيه غالي، ويركب تاكسي هيلاقيه غالي، وهكذا يعني. فان شاء الله كده الا من رحم ربي كلنا نشيل بعض عشان الدنيا تمشي. المانجا، ولما بتكلم على المانجا والناس يعلقوا لي المانجا دي ازاي اصفرت كده، والمانجا لسه ما نزلتش في اسماعيليه، والمانجا دي متعامله ويعني مرشوشه، والمانجا دي حادقه، والمانجا دي وحشه، والكلام ده كله اللي بقراه في التعليقات. اللي متابعني على سوق العبور اليوم، قلنا قبل كده يا جماعه زمان فتره كبيره في الخمسينات كانت المانجا احلى مانجا في الجيزه، وبعدين قعدنا مده كبيره في اسوان، وبعدين العمر اللي احنا عشناه في الفتره اللي فاتت اكتر من 30 سنه لغايه دلوقتي اسماعيليه، بقالنا سنتين ثلاثه بنقول يا جماعه السويس وحتى سينا جزء من سينا، بعد نفق الشهيد احمد حمدي لغايه محطه كهرباء عيون موسى، كل الجزء ده داخل في نطاق محافظه السويس. والسويس يا جماعه هي مستقبل المانجا وشكل المانجا، وهيبقى منجاوي سويسي مش منجاوي اسماعيلاوي. مع احترامنا، الشجر كبر في المحافظات التانية، ولازم يزرعوا شجر جديد علشان يبتدي يطلع انتاج زي زمان، لكن شجر السويس هو اللي كبر، وعشان كده هتسمع بقى كتير قوي 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 المانجا السويسي. حتى لو قريت على كرتونه زي دي كده مكتوب عليها من بره اللهم صل على النبي مانجا اسماعيليه، دي كراتين عشان عند الراجل عشان بيبيع. هجيب لكم كل انواع المانجا، ال 99 نوع مانجا المصري، وهجيب لكم اكتر من 30 نوع مانجا اجنبي ان شاء الله رب العالمين، زي ما انا معودكم السنه اللي فاتت والسنه دي. وهجيب لكم كل الاسعار، البلدي من 15 ل 25، والسكري من 30 ل 40، والجولك والصديقه من 17 ل 20، والزبديه من 20 ل 30، والعويس من 20 ل 30. وبرده بفكر حضراتكم ان مصر البلد الوحيده اللي بيطلع فيها المانجا الفص. ورحنا طيب للسوق، ان كان في ناس عايزه تنزل السوق وتشتري ايس بوكس زي ده، فاسعار الايس بوكس يا جماعه الصغير اللي فوق ده بيشيل 5 كيلو ب 45، واللي بيشيل 10 كيلو ب 75، واللي بيشيل 20 كيلو ب 95، واللي بيشيل 25 كيلو اللي قدامنا ده ب 110. ان شاء الله الحلقه الجايه نتكلم اكتر على السمك. حاضر، في ناس قالت لي اعمل حلقه كامله على السمك، حاضر باذن الله. اعزائي المشاهدين، شكرا والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.